أو في كل مكان. سلام الله عليكم رحمة منه تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والمسرات ضمن منافسات سباقنا المحلي الرابع في هذا المهرجان المصغر وهذه الجوائز القيمة الحاضرة على أرضية ميدان الشحانية، مع انطلاقة وحضور تسعيرة هجن الشحانية الحاضرة في هذا اليوم المخصصة لسن اللقاية. في هذا اليوم انطلاقة اللقاية ينطلق شوطنا قبل قليل، الشوط الثاني عشر الخاص باللقاية القعدان، جائزة نقدية ثمينة تنتظر فائزا من بين هذه الأسماء. مقدمة الشوط المركز الاول نتابع في هذه اللحظات اللي على الصدارة يقود المسير اللي هو نجد لعلي بن حمد بن نورة، بينما المركز الثاني الحاضر في هذه اللحظات يحضر وينطلق اللي هو حشر دار لضاحي بن سعيد المشغوني، يقدم لنا حضور حشر دار على المركز الثاني. المركز الثالث الاسماء الحاضرة اللي وصلت اللي هو الغزال لمحمد بن بخيت بن هديب الجربوع المري، بينما المركز الرابع الواصل الغزال لشامس بن برقش هنالك العامري يحضر على المركز الرابع، مقدم لنا حضور وانطلاق الغزال. المركز الخامس نتابع اللي هو صعب يا صعب يا صعب سلمان بن حزام بن زيد بن انديله المري الواصل مع صعب، مع حضور صعب المميز في هذا الشوط الصعب. العودة الى مقدمة الشوط، العودة الى المركز الاول نتابع نجد علي بن حمد بن نورة بن نورة ينطلق ويظهر باجمل صورة على المركز الاول حاضر لنا بنجد على البداية، بينما المركز الثاني القادم الغزال محمد بن بخيت بن هديب الجربوع المري، المركز الثالث القادمين الضيوف، فمرحبا بجميع الضيوف، مرحبا بالحاضرين من كل مكان، مرحبا بهنالك بانطلاقة ابناء دولة الامارات العربية المتحدة مع العامري شامس بن برقش بن طباز الدود العامري يحضر على المركز الثالث يتسلل الى المركز الثاني، مقدم لنا حضور الغزال. المركز الرابع يحضر في هذه اللحظات اول ندى للسلع سعيد بن احمد بن خزع الهركي العامري على المركز الرابع، يقدم لنا حضور السلع على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات الموج سعود بن عبد العزيز المري يحضر في هذه اللحظات، يقدم لنا الموج وارى موج قادم من الخلف، ارى اسماء عديدة حاضرة بشعاراتها حاضرة باسمائها القوية، ولكن العودة الى مقدمة الشوط، العودة الى المركز الاول لكي نتابع انطلاقة الغزال. الغزال الغزال على المركز الاول مع شعار شامس بن برقش بن طباسة الدود العامري، يقود المسير العامري على المركز الاول، ولكن نتابع السلع قادم في هذه اللحظات لسعيد بن احمد بن خزع العامري يحضر على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع الوصول من الغزال محمد بن بخيت الجربوع المري ايضا اللي وصل نجد يحضر علي بن حمد بن نورة بن نورة، الموج بدا بالحضور يحضر مع شعار سعود بن عبد العزيز المري يقدم لنا حضور الموج. العودة الى مقدمة الشوط، العودة الى المركز الاول الى شعار بن برقش ينطلق على المركز الاول، مقدم لنا حضور الغزال شامس 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 بن برقش بن طباسة الدودة العامري يقود المسيرة مع هذا الحضور المميز. الجائزة النقدية الثمينة لمن من بين هذه الاسماء، حضرت الاسماء اللي على المركز الثاني يحضر السلع لسعيد بن احمد بن خزع الهرك العامري على المركز الثاني. المركز الثالث وصل الموج، وصل
فيصل بن عبد العزيز، سعود بن عبد العزيز المري مع الكيلو الأخير الكيلو النهائي. يا هل اللقاية الحاضر أيضا على المركز الرابع اللي وصل في هذه اللحظات، وصل لايق علي بن حزام بن راشد الزعبي، ولكن العودة الى المعركة الثنائية ما بين الغزال ابناء دولة الامارات يتنافسون على المركز الاول على المركز الثاني مع حضور السلع، والغزال بالهركي يحضر في هذه اللحظات ايضا بن طباسة بالدودة العامري. الله الله الله، راح السلع على المركز الاول، لايق قادم ايضا شعار الموج قادم على المركز الثاني، ولكن السلع السلع سعيد بن احمد بن خزع الهركي العامري غادر بالناموس، ولكن لايق قادم ايضا اللي وصل وصل عصام محمد بن راشد النعيمي يقدم لنا عصام، ولكن السلع اللحظات الاخيره اللحظات المجنونة يا سعيد يا سعيد يا سعيد يحضر على المركز الاول مع السلع الامتار الاخيرة الميتين متر النهائية، روح السلع مع الجائزة الثمينة ما شاء الله تبارك الرحمن بهذا الاداء المميز سعيد بن احمد بن خزع الهرك العامري بطل، راح السلع بطل، تهانينا والناموس. المركز الثاني الموج لسعود بن عبد العزيز المري، المركز الثالث اللي هو لايق لعلي بن حزام بن قرح، المركز الرابع عصام محمد بن راشد النعيمي، المركز الخامس الغزال لشامس بن برقش بن طبازة الدودة العامري. تهانينا والناموس على هذا الانتصار، تهانينا والف مبروك لفوز السلع لسعيد بن احمد بن خزع الهرك العامري بطل هذا الشوط ما شاء الله تبارك الرحمن بهذا الاداء المميز. هذا ملخص شوطه كما تشاهدون لحظة الانتصار ولحظة الفوز مع الإعادة مع مخرجنا العزيز عبر شاشة قناة الريان. التوقيت الزمني لحظة الوصول قاطع مسافة 5 كيلومترات بتوقيت زمني قدره 7 دقائق 44 ثانية 4 أجزاء من الثانية. المركز الثاني المركز الثاني مخرجنا شعار اللي هو الموج لسعود بن عبد العزيز المري، توقيت الزمني 7 دقائق 44 ثانية 56 جزءا من الثانية. المركز الثالث اللي هو لايق لعلي بن حزام الزعبي، توقيت الزمني توقيت المركز الثالث يا مخرجنا العزيز شعار الزعبي مع لايق 7 دقائق 44 ثانية 76 جزءا من الثانية. ثاني والناموس لجميع الفائزين.